مرحبا، احمد ابو قوس معكم من بيكسري. اكيد الغالبيه منكم سمعوا بعباره انه الصوره بتساوي 1000 كلمه، وهذا الشيء بينطبق تماما على تصوير الطعام الاحترافي. طبعا التصوير الاحترافي ممكن ياخذ البراند تبع المطعم من المستوى العادي الى الممتاز، واكيد الموضوع رح يزيد المبيعات ورح يجلب عملاء جدد للمطعم. بتمتع التصوير الاحترافي للطعام بالقدرة على جذب مشاعر المشاهدين، أو بالفترة اللي بيكون عم بيطلعوا فيها على الصورة ممكن يكون الإنسان جوعان ويشتهي إنه يتذوق هذا الطعام. فكر في الأمر، أهم شيء بالمطعم هو الطعام، وأكثر شيء ممكن تصرف عليه وقتك وتروج له هو صورة احترافية تصير إعجاب المشاهدين يشتهوا عليها بشكل أكبر وتخليهم يتزوقوها. نحن في بيكسري بإمكاننا نضمن أن المطاعم اللي استثمرت معنا التصوير الاحترافي أبداً ما ندمت على هالقرار، وكانت النتائج جداً مرضية وممتازة. بعد الانتهاء من جلسة التصوير فكر في كيفية استثمار هاي الصور. ممكن تستخدمها في المنيوهات، ممكن تستخدمها في الشاشات، ممكن تستخدمها في مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن تستخدمها في اللوحات الطرقية، ممكن بوسترات داخل المطعم، كثير شغلات ممكن تستخدمها. طبعا هالشي اكيد رح يزيد من نسبة المبيعات وجلب زبائن للمطعم. كثير من الناس بتفكر انه بامكانها تاخذ صور موبايلها، وهذا الشيء صحيح. شو الفرق بين صورة الموبايل وصورة الكاميرا الاحترافية؟ أكيد الفرق كتير كبير. ترك موضوع تصوير الموبايل لزباينك، خليهم ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنت كصاحب مطعم لازم تنقل طعامك بأكثر طرق إغراء، وأكيد هالشيء رح يعزز من علامتك التجارية ورح ينقل براندك إلى مستوى عالي. وهون تجي مهمتنا كفريق بيكسريب انه نفكر بكتير مواضيع لإنشاء صورة احترافية لنطالع هاي النتيجة المرضية والشهية. اولا هو اعداد الطعام بشكل لائق ليكون مناسب للصورة، بعدين التكوين، بعدين الاضاءة، بعدين الالوان. بامكانك انه تشوف الامر بتطلب فريق للحصول على صورة رائعة وشهية. فكر بالأشخاص اللي عم يدوروا على مطاعم عبر الإنترنت والتأثير على قرارهم من خلال جمالية الصور اللي بتجذبهم نحو مطعمك. نتيجة لهالشي رح تحكي صور طعامك عن نفسها بشكل شهي، وهذا هو المطلوب والهدف من هالموضوع. طبعا التصوير الاحترافي للطعام هو أكيد طريقك للارتقاء بمستوى عملك. الطعام هو الطعام، ولذلك فأنت بحاجة لشيء يبرز مطعمك ويخليه في القمة وبيخليه يتحدث مين أنت كمطعم، وبيجعلك تقدم للناس أفضل ما عندك. ولأنك تريد الأفضل لمطعمك وزبائنك، نحن نقدم لك أفضل ما عندنا من خبرات في مجال التصوير والمونتاج والفيديو. مع تحيات بيكسريب.